هل انت شايف وانت مهاجم رئيسي للنادي الاهلي يعني طول عمرك، هل انت شايف الاهلي محتاج مهاجم؟ هي دي مشكله فعلا، وانا وجهه نظري النادي الاهلي محتاج مهاجم. انا قلتها اكتر من مره وبقولها بقالي فتره، النادي الاهلي محتاج مهاجم النادي الاهلي، وتحت مهاجم النادي الاهلي نحط مليون خط. ما استعجلش في مجايبه، لكن اجيب مهاجم صح. وولتر بواليا لعيب كويس، ما عندناش مشكله خالص خالص. محمد شريف مش مهاجم، وانا بقول ان محمد شريف على مسؤولية الشخصيه، محمد شريف مش مهاجم، كهربا مش مهاجم، اجاييه مش مهاجم، كلهم بيقوموا بدور المهاجم لكن غير مهاجمين. ما فيش عندنا مهاجمين باسم مهاجمين غير وولتر بواليا ومروان محسن، دول الاثنين المهاجمين اللي في النادي الاهلي. انا وجهه نظر النادي الاهلي محتاج مهاجم، ما اعتمدش على القوه وما اعتمدش على السرعه، عشان في اوقات بيبقى التفكير ان انا اجيب مهاجم قوي وسريع واشيل الفنيات او اشيل المهاره التهديفيه. انا لازم اتابع مهاجم على فتره طويله، اشوفه في المباريات الخارجيه بيتعامل ازاي، في المباريات اللي على ملعبه بيتعامل ازاي، الفرص نسب اهداره للفرص قد ايه، ونسب تسجيله للفرص قد ايه، مش في مباراه ولا اتنين ولا تلاته زي ما بره بيعملوا. بره ما بيشتروش اللعيب في يوم وليله، بره بيقعدوا يتابعوا اللعيب سنه وسنتين علشان يجيبوه. فانا وجهه نظري الشحات، طب الشحات، ما ده الشحات ده يعني كان عليه امل كبير جدا. حسين، انا وجهه نظري ان حسين في الفتره الاخيره مش في افضل حالاته، مش في احسن حالاته يعني، فلازم اللعيبه يعني، ده طبيعي في الكوره. انا ممكن في فتره ما كنتش في مستواه، ده في الكوره طبيعي، لكن الفكره كلها فكره، انا بتكلم على فكره الفرص، لازم اشوف ايه اللي مخليني بعيد عن مستواي واحاول ارجع للمستوى. ماشي، بس انا هحيلك بقى مثلا لماتش ليفربول اللي كنا بنتفرج عليه امبارح، كويس؟ انت اتفرجت على انه كان في صلاح وكان في ساديو ماني وكان في كل السترايكرز، وبرضه بيضيعوا فرص. فحد ممكن يقول لك طيب ما هو فريق كبير بقاله خمس ماتشات بيخسر بشكل غير منطقي، برضه انا مش بقارن، ولكن ما هو برضه بتعمل حساباتك. بالظبط، بس انا بتكلم ليفربول في الموسم ده مش بتاعه، يعني الموسم ده هو موسم بالنسبه للفرقه كلها مش للمهاجمين بس، هو موسم بدايته مش جيده وموسم سيء. لكن النادي الاهلي بيلعب كويس، اللعيبه بتلعب كويس، صح. النادي الاهلي في وضع كويس في الدوري، عنده مباراه مؤجله لو كسبها هيبقى اول الدوري، النادي الاهلي في دوري ابطال افريقيا لو كسب النهارده كان هيبقى الثاني بفرق نقطه وعنده فرصه انه يبقى الاول. يعني بتكلم في فكره ان النادي الاهلي وضعه مختلف دلوقتي، ان الاهلي بيكسب، ليفربول بقاله فتره كبيره جدا بيخسر. ثاني حاجه، احنا عندنا ماني وصلاح وناس من افضل لعيبه في العالم، لكن الفكره كلها ان ما بتجيلهمش كم الفرص في الوقت الحالي اللي بتيجي للاهلي، ومبارياتهم مش بنفس سهوله مباريات النادي الاهلي. يعني النهارده طبعا فيتا كلاب النهارده المباراه سهله المفروض، يعني المباراه لا سهله داخل الملعب، ما فيش يعني قبل المباراه مباراه صعبه جدا، لكن داخل الملعب المباراه سهله جدا. الافارقه عامه لما بنلعبهم بيلعبوا بعنف، لكن فيتا كلاب ما فيش فرقه بتلعب كره جميله ما بتلعبش بعنف، ما فيش يعني ما فيش حاجه ممكن تخرج اللعيبه عن تركيزها داخل المباراه. فانا وجهه نظري ان انا اشوف كمهاجم، اشوف انا بضيع ازاي، هل انا بضيع ان انا لعبت كرة صح والحارس تالق؟ خلاص يبقى انا ما عنديش مشكله، ده تالق من حارس المرمى. هل انا بضيع عشان انا بتصرف غلط او باخد قرار غلط؟ لو انا بعمل كده لازم اصلح ده في التمرين وباستمرار، مش مره ولا اثنين وبمواقف مختلفه، لان طول ما انا بتمرن على الـ على الـ على الـ على احراز الاهداف بمواقف مختلفه هيبقى الموضوع بالنسبه لي سهل داخل ال 18.